إنسان ناجح وصاحب هدف وحلم كبير. مين منا ما بيسعى وبيشقى ليوصل لحلمه، بيقطف حصاده، بيهدي نجاحه للعالم ويصنع الفرق. كلنا منحب نصور، مين فينا ما بيحمل تليفونه كل لحظة ليصور مشهد حلو من قدامه أو ليوثق ذكرى ولحظة حلوة. كرمال هيك أنا آلاء أبو ريا حساعدكم لتحققوا حلمكم من خلال تجربتي بالتصوير. حصير نزل حلقات تتضمن سلسلة كبيرة من التصوير الفوتوغرافي من عناوينها: تعريف التصوير الفوتوغرافي، أساسياته، عناصره، التكوين الصحيح بالصورة والأخطاء الشائعة وغيرها كثير من الشغلات. وكونوا متأكدين لو مهما كانت أيدينا صغيرة أحلامنا بتضيع.